خلينا بمناسبة هذا الموضوع ناخد رأي ضيفتي اللي معايا على الهاتف الآن، السفيرة نجوى إبراهيم علي رئيس مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا. والله احنا بنتكلم على المرأة المصرية ودورها في تربية النشء وفي تكوين الأسرة، وخاصة في هذا الخضم الهائل من المسلسلات التي تعرض في رمضان، وللأسف الشديد معظمها مشاهد بعيدة كل البعد عن المجتمع المصري، سواء كان من تدخين وشرب ويعني مؤامرات وبلطجة. أعتقد كل ده مش موجود في المجتمع المصري. المرأة يا فندم دورها إيه في هذا الموضوع؟ أولا كل سنة وحضراتكم طيب. وحضرتك طيبة. أنا أول حاجة هكون عاتبة على الإعلام طبعا، أتكلم وأقول هقول الإعلام إزاي سمح باللي بيحصل دلوقتي. برافو عليك. إزاي أنا سمحت إن أنا أخلي ولادي يقعدوا قدام تمثيليات هابطة؟ أين الرقابة يا عالم؟ أين الرقابة؟ صح. الرقابة راحت فين؟ وراح فين الناس اللي كانت بتشوف الحاجات دي قبل كده؟ إزاي بتعدي عليهم الحاجات دي يا فندم؟ وبعدين النهارده لما انا حاجه اتكلم بقى على دوري، انا دوري هيروح فين؟ اذا كنت انا امراه عامله، اذا كنت انا بنزل شغل، اذا كنت انا بعد الظهر ورايا التزامات ثانيه، ازاي؟ حتى المدرسه ما بقى لهاش دور في الموضوع ده. فالنهارده طبعا المدرسه الاعلام لموقعه الطبيعي، زي ما كنا بنسمع على مسيره، بنسمع على التلفزيون العربي الاذاعه اللي الناس كانت فيها بتحكم كل حاجه. النهارده بقت في ظواهر سيئه جدا جدا بنشوفها، والمفاجاه اللي انا بقيت فوجئت بيها، طبعا انا ليا احفاد، ان حفيدتي لما بتفتح حاجات بتتفرج عليها بيحفظوها يا فندم، بيحفظوها. ده الفاظ صعبة، الفاظ صعبة جدا بتتقال. ازاي ازاي ازاي؟ ده زمان انا كانت عندي بناتي كانوا يقعدوا يشوفوا كاطفال بيبيهات لسه بيشوفوا الكالبلاسي، بيشوفوا توم وجيري، بيشوفوا. النهارده الحاجات دي ما بقتش موجودة. بشوف مش عارفة ايه حاجات، انا مش عايزة اقول اسامي عشان ما تقتل حد، ولكن عايزة اقول لحضرتك احنا بنمر باصعب العصور دلوقتي. يعني هو للاسف يا سيادة السفيرة، للاسف كل رمضان بنقول هذا الكلام، ويجي نيجي برضو في شهر رمضان نفس المسلسلات ونفس المشاهد ونفس المساوئ التي يتم بثها في المجتمع المصري وفي الأسرة المصرية بكل أسف. لكن الرقابة، احنا كل شهر رمضان احنا عايزين نعتذر لرمضان ونقول له احنا عارفين يا رمضان، انا ما شفتش ولا برنامج ديني في التلفزيون. ما فيش معلومات دينيه، ما فيش اضافه جديده، احنا بيطلع علينا ناس بتدينا معلومات مسوته، والمطلوب منا ان احنا انا واحده معايا ماجستير في الدراسات الاسلاميه، لكن غيري ما يعرفش. لازم اسال واقول لهم دي جبتوها منين المعلومات دي؟ ومحدش بيصلح المعلومات بكل أسأل. طيب بصفه حضرتك رئيسه مؤسسه المراه المصريه والافريقيه، كيف ننهض بالمرأة الريفية؟ ودور المؤسسة إيه في هذا الموضوع؟ لا احنا مش كيف ننهض، احنا الحمد لله المرأة في الريف عايشة أخذها عصورها. المرأة عموما ها، وطبعا يعني مش رياء ولا نفاق، ولكن هو واقع يرجع الفضل للسيد. احنا النهاردة نهضنا بيها وبقت على أعلى مستوى. المرأة في الريف النهاردة بقت سيدة أعمال، بقت سيدة أعمال، بمعنى إن هي بقى عندها مشاركة اقتصادية، بمعنى إن السيدة النهاردة ما بقتش بتروح الغيط، لا دي بتشتغل في بيتها وبتبيع وبتدور اقتصاد. فالمرأة الريفية خلاص هي دورها بقى كبير قوي. أنا ليا مكاتب في المحافظات وبنزل المحافظات وبستري من السيدات اللي هم عاملين مشروعات صغيره في المحافظات، تمام، بيعملوا حاجات من ارقى ما يمكن، وبيبيعوا وبيدوروا، وفيهم بعض السيدات ما كانتش بتعرف تقرا وتكتب، النهارده اتعلمت، النهارده التعليم الموحد اللي هو موجود ده دخلت الشغل، اشتغلت، اتعلمت، حصلت على اعداديه مع ابنها، يعني لا هي هم نهضوا وعدوا، بتعمل الجبن في البيت وبتبيعها واحنا بنسالها اسواق بنشتري منها، بتعمل بتفصل حاجات حاجات على مستوى
اهل الريف، ولكن حاجات في منتهى الجمال بالنسبه لنا. يعني اصبحت القريه منتجه زي الاول. دي بقت خلاص، ما انا بقول لحضرتك بقوا دخلوا هم النهارده الست بقت اقتصاديا. انا في سيدات في الصعيد النهارده احداهما وبكل فخر بقول عليها بقت ماسكه رئيسه لجنه الاستثمار. في سيدات المجتمع على مستوى الدول العربيه. سيده صعيديه. ومع لا شغالين حلو قوي وبينتجوا حلو قوي وشغلهم مسمع حلو، واحلى حاجه فيهم كمان ان هم ابتدوا يدخلوا في مجال التعليم. وانا اعتقد برضو يا سياده السفيره انه في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه ومبادرة حياة كريمة ونهوض بالقرية المصرية الحقيقة والمرأة المصرية وبالذات المرأة الريفية الحقيقة واخدة دور كبير جدا في هذا الموضوع، وفي اهتمام من القيادة السياسية بالمرأة المصرية والمرأة الريفية. القيادة السياسية حقيقة ليها دور بالظبط وتشكر عليه في المواضيع دي، والسيدات اخذوا حقوقهم كويس قوي، وزي ما بقول لحضرتك هم كمان احسن حاجه فيهم ان هم ابتدوا يوصلوا للهدف المنشود اللي هم عايزينه. عشان كده النهارده لما بتدخل بيت واحده فيهم، انا في ناس دخلت بيوتهم ما شاء الله يعني من سنتين ثلاثه ودخلت بيوتهم السنه دي، لا بقى فيها نقله طفره كبيره في كل حاجه، وده بمجهودهم. راجع للمجهود، بيشتغلوا وبينتجوا، ده بيجيبوا البنطلونات بتاعت الاطفال ها، ويجيبوا واحد قديم ويفتحوه، جابت واحد قديم فتحته وابتدات تشتغل عليه وتفصله، نزلت بيه باعته، قالت لي انا في يوم بايعه اكثر من 180 بنطلون مقاسات مختلفه، وتجيب وتقص على طول بمكنه الخياطه، وتجيب كانت الاول بتروح عند واحد تخيط، بعد كده بقت تروح عند يدفعوا ايجار، لا جابت مكنه بالقسط، لا جابت مكنه وخيطت النهارده عندها اكثر من 10 مكنات. تمام تمام. الحقيقه انا بشكر حضرتك جدا على هذه المداخله وعلى هذه المعلومات القيمه، وانا طبعا بهذه المناسبه بحيي كل امراه مصريه وكل امراه بالذات موجودة في الريف المصري سواء كان في وجه بحري أو في وجه إبلي. الحقيقة السيدة المصرية مفيش زيها في العالم كله. بشكرك جدا سيادة السفيرة نجوى إبراهيم علي، رئيس مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية.